بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لموضوع الضوء، هنتكلم النهاردة عن حاجة اسمها تداخل الضوء. يعني ايه تداخل الضوء؟ تعريفه هو تراكب الأمواج الصادرة من المصادر الضوئية المترابطة. يعني ايه المصادر الضوئية المترابطة؟ هي المصادر التي تبث امواج لها نفس الطرق. يعني ممكن نقول تداخل الضوء هي تراكب الامواج الصادرة من المصادر الضوئية المترابطة. تكميلا بقى، عشان هنعرف مصادر الضوء المترابطة، قدمنا تعريف تداخل الضوء اللي هو التي تبث أمواج لها نفس الطول. تداخل الضوء ده ليه أنواع. عندنا حاجة اسمها تداخل بناء. تداخل بناء ده بيكون شرط حدوث تداخل بناء إن يكون فرق المسير بين نقطتين يكون عدد صحيح. يعني فرق المسير بين النقطتين اللي عندنا بيكون عدد صحيح، وبينتج عن التدخل البناء ده تقوية لشدة الضوء. بتكون شدة الضوء كده واضحة وعالية، ممكن نشوفها بقوة واضحة لينا بطريقة كويسة. يعني النوع الثاني من تداخل الضوء عندنا هسموه تداخل هدام. شرطه بيكون فرق المسير بين النقطتين الناتج بتاعه بيكون عدد غير صحيح. هنتكلم يعني افهمكم فكرة عدد صحيح. يعني عدد صحيح زي 1 2 3 4 5، انما لما يقولي عدد غير صحيح يبقى 1.5، 1.2، 1.3، 1.25، 1.5 كده، ده يكون فرق المسير بين النقطتين عدد غير صحيح، بينتج عنه ضعف او انعدام في شدة الضوء. تكون قوة الضوء ضعيفة او ممكن تكون منعدمة لو كان في تداخل هدام. يبقى احنا كده عرفنا ان في نوعين من تداخل الضوء. خلاصة، يبقى في نوعين عدم تداخل الضوء. عندنا نوع اسمه تداخل بناء اللي هو شرطه ان يكون فرق المسير بين النقطتين عدد صحيح. تداخل هدام شرطه ان يكون فرق المسير بين النقطتين عدد غير صحيح، والهدام بينتج عنه ضعف وانعدام في شدة الضوء، والبناء بينتج عنه قوة لشدة الضوء. سؤال: اذكر انواع تداخل الضوء وشرط حدوثهما. الاجابة: 1 تداخل بناء شرطه فرق المسير بين النقطتين يكون عدد صحيح. 2 تداخل هدام وشرط يكون فرق المسير بين نقطتين عدد غير صحيح. وبكده نكون انتهينا من الدرس البسيط السريع ده، وإلى اللقاء.